وخدم بينا العظيم. بزاف وعطانا واحد اللوحه فنيه اللي نشاركوا فيها والناس كلشي عطيت واحد تخلي هي عيشه فوالا الايجابيه وشاركت مع الفنان اللي هو واحد الفنان اللي يوبا ومبارك السكيوي وعطيت واحد الطاقه ايجابيه ما كان لا صداع لا والو انا قبل ما نطلع للسير خدمت الطاقه ديالي اللي هي روحانيه طاقه ايجابيه والحمد لله داز كلشي بخير ونتمنى يدوز بخير بان اول عام غنحس بالجمهور المغربي غيحضر لنا اول بوجلد في احسن العام هو هذا العام هذا اللي عوضه هذيك هي الطاقه ديالي الطاقه ديالي بالطاقه الروحانيه بان انا داك الشيء ماشي من خاطري طلعت شي حاجه ماشي من خاطري ونقول عاو تطلعوا مني هذوك الجنود الجنود ديال الغول الغول سميتو الغول بان الطاقه ايجابيه مع ديك الغوطه سميتها عاو تما تطلع الجن الغول سميتو الغول فاش تطلع الغول بان تيزعزع يعني تيزعزع كلشي علاش بان الملوك من عالم الجن جايين باش يحضروا لهم باش يحضروا لنا العام سبيكتاك هذا بان انا مختلف على قناوه عندي العالم ديالي بوحدو اللي هو عالم هذيك الساعه اما مرموسي هو حاجه اللي تتسمى بان ما كانش صداع لا ما كانش صداع بان خدمت الطاقه ديالي الطاقه ديالي خدمتها عطيتها على كلشي فوق راسي ومرتاح نفسانيا اش كون ما انا عارف وما يكون صداع ما يكون حتى شي حاجه كلشي فرحان وكلشي الناس تجمعوا بخير ربي الله يداوي الناس بزاف علاش خدمت مع ربي خدمت مع الناس بزاف يقدر نداوي بها نضال السبيتي نداوي بها الناس بزاف وصراحه 100% يقدر انا نبلشوا كاع نصيفطي نعز واحد شويه يرتاح عاد نخدم مع الشته ديالو والجلسه ديالو باش نعالج المشكل اللي عنده حقيقي تتحدى جميع الطاقه اللي عندهم طاقه ايجابيه في المغرب تتحداهم تتحداهم يواجهوني فاس يواجهوني فاس هذا سميتو الرايكي هذا سميتو الرايكي بين الرايكي هما غيعرفوا بالرايكي انا ما كرهش اللي عنده طاقه ايجابيه في المغرب ولا في جميع اوروبا تحتى مع فاس تحتى مع الطاقه ديال الخدمه نضال سبيتي لا نضال سبيتي فاش طلع في اللايف قلت له انا جيت عندك كرة الراس قلت له داوي كنعالج المشكل ديالك ممكن نعالج المشكل ديالو 100% و 100% ديريكت فاس عملتي بسيط انا ما رقيتوش غينعس وغنخدم معاه وغيحس بشي حاجه راحت البال راحت النفس راحت يحس بواحد الروح جميله يحس بواحد الحياه زوينه بين هذاك الشيء اللي تتعاود به انا اصلا هذاك الشيء اللي تتعاود به هو بين هذاك الشيء كلشي اللي عنده غنهزو انا بين هادو اللي تيديروا الرايكي غيرجع لي هذاك الشيء انا غنهز منه كلشي كلشي اللي طالع في الفلوس التفاهه نداويهم ما عنديش مشكل حتى اللي عنده المشكل نداوي حتى اللي برقاك نداوي اي واحد برقاك برقاك نداوي برقاك حرصيص اللي منافق نداوي انا ما عندي المشكل البرقاكه والمنافقين والحرصاصه نداويهم حتى الصابون نداويهم باش ما بقاش نصبوا عباد الله.